مساء الخير، النهارده هناخد جزء جديد How to translate well، كيف تترجم جيدا from English to Arabic. Come with me. أول حاجة هقرأ الجملة. We should do efforts to develop sports by all means and this is the responsibility of the government and the individuals as well. يجب علينا أن نبذل جهود هائلة، يبقى great efforts جهود هائلة، يبقى أول كلمة هتكتبها معايا effort اللي هو جهد. To develop يطور الرياضة by all means بكل الطرق بكل الوسائل، وهذه مسؤولية responsibility مسؤولية الحكومة والأفراد معها as well بتيجي في الآخر بتثبته أيضا أو معها نترجمها مع بعض. يجب أن نبذل جهود هائلة لتطوير الرياضة بكل الطرق وهذه مسؤولية الحكومة والأفراد معها. طيب الجملة اللي بعدها جيدة جدا علشان الأحداث الجارية الإرهاب. Terrorism is one of the worst and most complicated problems. الإرهاب واحدة من أخطر أسوأ المشاكل المعقدة. That has a lot of negative effects. لديها تأثيرات سلبية on both على المواطنين والمجتمع. يبقى الإرهاب واحدة من أسوأ وأكثر المشاكل تعقيدا لأن لديه العديد من الآثار السلبية negative على الأفراد والمجتمع. اللي بعدها حكمة wisdom. It's believed that money إنه من يعتقد أن المال أصل كل الشرور، إنه يعتبر السبب الرئيسي for deviation. يبقى أنت تكتب معايا deviation الانحراف، addiction الإدمان، committing crimes ارتكاب الجرائم، and even wars وحتى الحروب among countries بين الدول. يبقى يعتقد ان المال اصل كل الشرور، فهو السبب الرئيسي للانحراف والادمان وارتكاب الجرائم وحتى الحروب بين الدول. طيب زرار الطف بيبل، هناك العديد من الناس وار ميزرابل بائس زي بور بالظبط. as they don't have enough money ليس لديهم مال كافي للمعيشه or place to live in او مكان للمعيشه فيه. يبقى لا معاه فلوس ولا معاه مكان يعيش فيه. اللي بعدها جميلة. الأبحاث توضح we must have a hobby. يجب أن يكون لدينا هواية لنجدد طاقتنا، نجدد أنفسنا ونهدئ. Ease يهدئ. The bad effects الآثار السيئة of work stress لضغط العمل. لأن الهواية تعمل refreshment. آخر واحدة دي تعتبر روعة. بدون الثقة أو الاعتقاد في قوتك، الإيمان بنفسك، سيلف كونفيدنس الثقة بالنفس، يو كانت أتشيف لن تحقق النجاح أو السعادة. لن تحقق النجاح أو السعادة. آخر واحدة هنعملها براكسينج أكتيفيتيز، ممارسة الأنشطة آت سكول في المدرسة إز فيري إمبورتنت، مهمة جدا. ولذلك على المدرسين أن يشجع إنكارج، لازم نحفظها. ذا ستودنتس تو بارتيسيبيت، يشارك سوي شير المشاركة فيها. أتمنى لحضراتكم تكون ركزوا معايا. إن شاء الله في المرات القادمة هنعمل فروع عربي تو إنجليش. Thank you.